أعلننا اليوم أولاً قانون الإمارات البيانات، قانون عالمي يعتبر دولة الإمارات منزله، قانون يحمي حقوق الأفراد وأيضاً يمكن القطاع الخاص من النمو والازدهار في دولة الإمارات، سيزيد إن شاء الله الاستثمارات في دولة الإمارات وأيضاً سيخلق فرص كبيرة للشركات الرقمية الناشئة في دولة الإمارات من التوسع والوصول إلى العالمية. كما أعلننا أيضاً عن مشروع لخلق وأيضاً استقطاب 100 مبرمج في كل يوم لين سنة 2023. هذا البرنامج سيزيد 36 ألف مبرمج عالمي وأيضاً مبرمج إماراتي ومبرمجة إماراتية من دولة الإمارات إلى سوق العمل وإلى اقتصادنا. هذه المواهب بتكون هي أساس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ونتمنى أن يكون نص المبرمجين هذيلا من الكوادر الإماراتية. كما أعلننا عن تنظيم أكبر مؤتمر للبرمجة في العالم، مؤتمر معروف، مؤتمر عالمي اسمه بايكون في دولة الإمارات بحلول الربع الثاني من 2022. هذا المؤتمر سيأتي بأفضل العقول في البرمجة، أفضل التجارب وأيضا الفرص الجديدة في هذا القطاع إلى دولة الإمارات، وسيجذب أفضل المبتكرين من المنطقة للحضور في هذا المؤتمر وأيضا للعمل من دولة الإمارات.